حدا. نعم، تقدر تقول الحرب هي اللي رجعتنا المشهد. احكي لنا على فجر ليبيا، كيف صارت، من وراها، ليش 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 وصلنا لفجر ليبيا؟ فجر ليبيا ببساطة هو تيار المحسوب على أو اللي يصنف تيار الإسلام السياسي، لما خسروا الانتخابات وكانت انتخابات شفافة ما فيهاش طحون، وتم طبعا في تعديل فبراير نقل مجلس النواب إلى بنغازي، شعروا أن فقدوا السيطرة على مركز القرار زي المرحلة السابقة لما كانوا في المؤتمر، وبالتالي ما كانش فيه طريقة إلا أن يخلطوا الأوراق. كيف يتم خلط الأوراق؟ بشن هجوم في العاصمة طرابلس، وطبعا خدوا الذريعة اللي هي حجة الصواعق والقعقاع، ولكن لاحظنا أن بعد انسحاب من طرابلس من المطار ثاني يوم تم انعقاد المؤتمر وإعلان حكومة الإنقاذ، وأصبح المشروع واضح، وإحنا حذرنا منه من البداية، قلنا المشروع هذا ما هوش لصواعق ولا قعقاع ولا الكلام هذا اللي يسوق، لم تكن الصواعق والقعقاع أحد الأسباب لفجر ليبيا؟ حجة ذريعة، نعم كذريعة نعم، لكن شان أي مجموعات أخرى يعني بنفس التركيبة، ولكن موجودة في طرابلس. إيه ولكن يعني بدليل أن الأمر ما كانش له علاقة بميليشيات، أن بمجرد الانسحاب من طرابلس ثاني يوم أنا عقد المؤتمر وشكل حكومة الإنقاذ واستمروا إلى اليوم، وهذا يبين إذا كان الصواعق والقعقاع أو أي أمر آخر بمجرد انتهام يجب أن ينتهي الأمر، يجب أن يمارس مجلس النواب اللي هو كان جهة الشرعية المنتخبة يمارس مهامه بشكل طبيعي، ولكن انك انت تحيي مؤتمر انتهى وانتهى التمديد المخصص ليه وتكون حكومه تسميها حكومه انقاذ، كان المشروع واضح وراء قيادات واضحه معروفه. من القيادات اللي كانت وراء بالاسماء اذا في امكان؟ والله الاسماء ما فيش داعي للاسماء طبعا، هي معروفه، لكن لان هنا بتدخل في الدليل القطعي، يعني طبعا الدليل القطعي غير موجود لكن القرائن القطعية موجودة. أكثر شخص أخذ شهرة في فجر ليبيا هو صلاح بادي، هل هو الرأس المدبر لفجر ليبيا؟ لا، صلاح بادي عنصر تنفيذي ولكن مش الرأس المدبر. من الرأس المدبر؟ الرأس المدبر اللي كان يدبر فيما قبلها وما بعدها وإلى الآن يدبر يعني، وعدة رؤوس للأسف. أنا كنت في قبل الحرب هي كنا نعقد في اجتماعات. هل هو شخصية ليبية؟ شخص ليبي أو يعني دولة أو أشخاص ليبيين؟ لا يعني لا شك أن لأن هم إحنا قلنا هل الشيخ علي الصلابي أحدهم؟ ربما يكون له دور أساسي في الموضوع. دور أساسي؟ أي في الموضوع، يعني هو عراب العملية، يعني له دور معناها في هذا الموضوع. من المؤسف أن في قبل الحرب هذه كنا نعقد في اجتماعات مع بعض القيادات لتفادي هذه الحرب في بداية فجر ليبيا، قبل بداية فجر ليبيا. كيف صارت هذه الحوارات وليش انهارت؟ لا هذه مش أثناء الصدام. يعني كانت عندي لقاءات مع بعض القيادات من مختلف المناطق، لأن كنا عارفين أن الحرب هذه ستقع، يعني كانت بوادر الحرب هذه واضحة، فكنا نعقد في اجتماعات ونحاول نوصل لخطوات بحيث أن نمنع وقوع هذه الحرب، لأن نعرف أن إذا وقعت سينهار كل شيء، وهذا ما حدث للأسف يعني. فكنا نعقد في لقاءات مع قيادات من بينهم فتحي بشاغة، هذا شخصيته معروف، كانت لنا عدة لقاءات في طرابلس، وكنا نسعى لكيف نكون تيار بحيث أنه يبعد عن الصراع اللي كان صاير بين الأحزاب، اللي حسب على الإخوان اللي هي متمثلة في العدالة والبناء، وحسب على التحالف لأن كان بيناتهم صراع يعني سياسي، وهذا الصراع يستخدم في أدرة عسكرية. كنا نعمله كيف نجنب البلاد الصدام العسكري أنه سيكون كارثة، ولكن للأسف اتضح أن فتحي بشاغة بعد هذا كله كان هو أحد مهندسي هذه الحرب، وهذه كان صدمة بالنسبة لنا يعني. مهندسي فجر ليبيا؟ نعم. فتحي بشاغة؟ نعم، هو طبعا بيقول لا، ولكن هذا الحقيقة يعني. أيضا علي الصلابي يقول لا، ما فيش شخص بيعترف بأي هذه فجر ليبيا آية أو عملية قائمة لها سنتين، يعني يخرج للعلن أشخاص إذا كانوا مقتنعين باللي قاموا به ويقولوا إحنا قمنا بالعمل هذا مقتنعين به ولأسباب واحد اثنين ثلاثة. هل تعتقد أنهم يفتقدوا الشجاعة لتبني هذا؟ يفتقدوا الحجة، لما تفتقد الحجة المقنعة ما تقدرش تجاهر بالحق، ما تقدرش حد يوقف في وجه الحق.
هل تعتبر فجر ليبيا عمل إجرامي لذلك هم طبعا لا شك أن عمل إجرامي دمر البلد ودمر العملية السياسية برمتها، وادخلنا في ما فيه احنا اليوم من جيب ليون جيب كوبلر أمم متحدة مجلس رئاسي بالمسودة الرابعة المسودة الخامسة، القصة هذه كلها فيها احنا كلها سببها هذا العمل. لو ما كانش في هذا العمل كان المجلس النواب استلم مهامة استطاع ينجز أو لم يستطع بيكمل مدة 2010 ينتخب جسم بعده، أو إذا كان هو مشت الأمور طبيعية يكون فيه دستور وتستمر العملية يعني بشكل سلس. لكن لما تدخل في الحرب لما يبدأ الرصاص ينهار كل شيء. هنحكوا في تفصيلة المجلس الرئاسي، ممكن تحكينا شوية على المفاوضات اللي كانت في بداية فجر ليبيا وكنت حضرتك جزء أساسي فيها؟ طبعا ليش أول انهارت؟ شو صار فيها وليش انهارت؟ الأول ما بدأت الهجوم على المطار كان فيه يعني قبل بمدة ممكن حوالي أسبوع أو 12 يوم كان فيه لجنة من الزنتان، التقت بمجموعات تشكيلات مسلحة من طرابلس ومن أعيان طرابلس وبعض المناطق، كانوا يحاولوا أن يوضعوا حد، لأن زي ما قلت لك كانت صورة واضحة أن فيه توتر وأن هذا التوتر ممكن يقود إلى حرب. فلما بدأ الهجوم كان الصبح على المطار كان في اجتماع في المطار، يعني لوقت السحور كان في اجتماع في المطار بين التشكيلات المسلحة، ووصلوا كلهم إلى اتفاق ويعني كبروا على عادة التوار، الله أكبر الله أكبر خلاص وصلوا، وإحنا كنا نتابعه في الاجتماع هذا، وإن يعني زي ما تقول الفتيل الحرب نزع، ولكن وروحوا للأسف يعني بعد الفجر بدت الرماية. يعني طلعت من المفاوضات وأنت مطمئن إنه أنا ما كنتش حاضرها بشكل مباشر. كان في وفد من الزنتان موجود في المطار، وكان قبلها بحوالي 12 يوم في طرابلس، يعني عنده عدة لقاءات مع عدة مجموعات، وكنا نتابعه في اللقاء طبعا بكل تفاصيله، لأنه مهم لنا نعرف أن الحرب وشيكة وأن نتائجها بتكون مدمرة. يعني تعتقد أن النية كانت مبيتة؟ يعني لا جدوى لا من مفاوضات ولا جلسات، ولا النية كانت مبيتة للحرب؟ النية كانت مبيتة للحرب لأنه مش مشروع نزاع ميليشيات. لو كان نزاع ميليشيات صحيح كان يصير نزاع ويوقف وتقدر، لكن النية كانت واضحة، ولهذا احنا من البداية أعلننا وقلنا راه مش الموضوع موضوع ميليشيات، الموضوع عبارة عن مشروع سياسي عسكري، يعني وسيلة الحرب، مش موضوع هيك يعني عبطي مجرد ميليشيات. ولهذا لما بدت الصدامات في المطار من اليوم الأول أنا اتصلت بكل القيادات اللي نعرفهم مؤثرين، بما فيهم الأستاذ فوزي عبد العال، بما فيه محمد موسى أمر الدرع الوسطى، بما فيه شعبان هدية، بما فيه كل الشخصيات اللي نعرفهم، وحذرتهم من خطورة الموقف أن رأي الحرب هذه أو النزاع اللي بدأ هذا رأوه سيدمر كل شيء. شو كانت ردودهم؟ من المؤسف أن كل اللي اتصلت بهم يعني قالوا أن لا حول لهم ولا قوة، يعني زي ما تقول أن الأمر مش بيدهم. واحد زي شعبان هدية يملك قوة مسلحة على الأرض، كيف ما عندهش لا حول ولا قوة؟ محمد موسى رئيس أمر درع الوسطى يعني أستاذ فوزي عبد العال، الحولة والقوة في إدمن في هالحالة. أنا استمريت في الاتصال بهم خلال الأسبوع الأول يعني كلهم، ونحذر فيهم من خطورة المنزلق، إن رأي لو ما وقفتش الحرب هذه يعني سيطرنا عليها بشكل مبكر إن رأوا النتائج حستكون كارثية. أستاذ أسامة اسمح لي، لما دخلت في مفاوضات ولم تنجح وحسيت أن فعلا في نوايا مبيتة لهذه الحرب، هل هذا ولد عندك ردة فعل خلينا نقول دفاعية أو رغبة في أنك أنت تقف في المواجهة معهم، أو شن كان موقفك بالضبط من الموضوع؟ هو خلال الأسبوع الأول طبعا أنا يعني قعدت في بالطريقة هي نحاول إيقاف الحرب بشكل باش ما تكون يعني ما توسعش نطاقها، لأن في البداية كان الصدامات في منطقة المطار والمناطق يعني بعض المواقع. وبعدها كان أنا اللي حضرته كان اجتماع مباشر في ممكن بعد 10 أيام من الحرب، كان في هيلاندرس في المدرسة الأمريكية في رمضان، طبعا كانوا فيه مجموعة كبيرة من مصراتة وبعض الشخصيات الأخرى، ووصلنا في الاجتماع هذا إلى نقاط اتفاق لوقف الحرب. كان حاضر اللي كان يعني
المسؤول بشكل واضح اللي هو كان محمد موسى وحسين شاكا ومجموعة أخرى من قيادات مصراتة. بعد ما وصلنا لاتفاق وكتبنا المسودة، لما اتصلوا هم بالقيادات اللي إلى الآن هي قيادات وهمية يعني، أو خلينا نقولوا أشباح غير فاعلة، لا أشباح مش غير فاعلة، مش موجودة، قيادات فجر ليبيا. اتصلوا هم بعد ما وصلنا الاتفاق، يعني هم كان عدد حوالي 25 أو 30 شخص الحاضرين، وإحنا كنا مجموعة من الزنتال ممكن حوالي 8. وصلنا الاتفاق ممكن الساعة 4 أو 4 ونص في قريب الفجر، ولما هم اتصلوا بجماعتهم هذو الأشخاص اللي نقول عليهم إحنا وهمين أو إكس يعني مش معروف، رفضوا، قالوا إحنا رافضين، يعني رفضوا ما توصلنا إليه. في ذلك الوقت عرفت أن الحرب يعني لن تقف، لأن مشروع سياسي لن يقف عند هذا الحد. معناها الحرب هذه ما هيش مجرد حرب ميليشيات زي ما يصير نزاع بين ميليشيات وتسمع في طرابلس ضربوا ميليشتين يوم يوم يومين ويوقف، لا، أن هذه الحرب مستمرة عندها مشروع سياسي يجب أن ينجز. وبالتالي أنا قلت لمحمد موسى هذا اللي اتفقنا عليه، الورقة هذه يا محمد هذه اليوم أو بعد سنة هي نفس الاتفاق رأي، ولكن الحرب لن تكون حرب طرابلس. وهذاك الوقت أنا عرفت أن الحرب كانت أيام عصيبة جدا. كيف قدت الزنتان في هذه الفترة؟ نازحين مهجرين؟ والله طبعا استمر الحال يعني الصدام في طرابلس. كان هدفنا، لأن احنا نعرفه وكان الهدف الأساسي ذاك الوقت، كان البرلمان ما اجتمعش، حتى أن فيه أعضاء من مجلس النواب المنتخبين قاموا بمبادرة في الأسبوع الأول ولا الثاني للحرب، قاموا بمبادرة لإيقاف هذه الحرب، ولكن كانوا ما اجتمعوش، ما زال البرلمان ما اجتمعش، قاموا باستفتهم هيك وخلاص. فكان عندنا هدف أساسي أن البرلمان لازم ينعقد، لأن إذا انعقد البرلمان معناها أصبح أمر واقع، أما إذا تم إفشال عقد البرلمان ممكن ينهار الأمل السياسي كله. وبالتالي استمرت الحرب إلى حين انعقد البرلمان بكامل أعضاه، وبعدين لما باشر في طبرق واتخذ القرارات عرفنا أن البرلمان أصبح جسم قائم وشرعي معترف به دوليا، وبالتالي كان القرار الانسحاب من طرابلس. هل صحيح أن الزنتان هذه المدينة العربية رشحت جادو الأمازيغية لحماية المطار؟ نعم، في هذا في اجتماع حي الأندلس ناقشنا يعني كيف يكون القوة اللي تكون يعني تولى تأمين المطار والمناطق المحيطة به، لأن كان عدة نقاط هي. فجماعة مصراتة اقترحوا من جانبهم زليتون، وإحنا اقترحنا من جانبنا جادو، لأن كنا نثق فيهم وأن يكونوا محايدين يعني يقوم بالعمل. لك رأيك المبكر في حفتر أو الفريق حفتر، هل هذا الرأي قائم على أسباب معينة ما قبل فبراير أو ما بعد فبراير؟ لا، هو رأيي يعني هو يعني رأيي تأويل آخر، وهي المشكلة هذه طبعا يعني تركيبتنا وثقافتنا كلنا. أي شخص ما كنت توجه له وجهة نظر أو تخالفه في وجهة نظر معينة طول تصنف معادي، يعني حتى نشوفه في تصريحات السياسيين بما فيهم البرلمان ولا كل السياسيين طول يتجهوا للوصف الطرف الآخر اللي عارضه أو يخالفه في الرأي، يا إما بالعمالة يا إما بالخيانة يا إما بنسبة إلى تيار متطرف ديني أو حتى علماني. يعني تو مثلا التحالف يقول لك مثلا على محمود جبريل يقول لك هذا ملحد أو علماني، الثاني يقول على مثلا فلان اللي عنده تيار خلينا نقول إسلامي يقول لك هذا تكفيري. يعني احنا عندنا ما عندناش الوسطية والاعتدال، كلها يا ما في هذا الطرف تخالفني معناه انت عدو خلاص ابدا. كانت انا وجهة نظري اللي هي القيام بعمل معناها مسلح واستخدام طيران واستخدام قواعد عسكرية وشيء هذا يخص الدولة، وبالتالي يجب ان يكون تحت شرعي، هذا الخلاف الاساسي. كذلك عندي وجهة نظر، وهذه وجهة نظر مجرد وجهة نظر، ما تعنيش لا تهجم ولا مثلا حرب ولا حشد ولا شيء، ولكن وجهة نظر. مكافحة الإرهاب وهذا من تجارب الدول كلها، يعني وإحنا خير مثال لنا بالنسبة لنا اللي بي الجزائر. يعني في التسعين نعرف أن الجزائر عانت 10 سنوات من حرب الإرهاب، حرب طاحنة، ولكن لديهم مؤسسة كبيرة جدا وعندهم مؤسسة، يعني هذا المفارقة مع أن الجيش الجزائري قوي جدا، مؤسسة الأمنية قوية جدا، ومع هذا استمرت 10 سنوات وإلى الآن تعاني من الجزائر من الإرهاب. كيف كافحت للإرهاب؟ الإرهاب يحتاج
إلى مجموعة من الإجراءات، مش الإجراء العسكري فقط. أول شيء يحتاج إلى منظومة الشان الأمني وتحتاج إلى تعريف أنت الإرهاب. شو رأيك في الجيش الليبي؟ الجيش الليبي مهمته تقصدي الجيش الليبي واللي وين؟ اللي موجود الآن أو ما يسمى بالجيش الليبي. هو كل طرف يدعي أن الجيش الليبي، هذه مشكلة. إحنا يعني ما عندناش إلى الآن جيش موحد باش نقول عليه الجيش الليبي. أعطيني تعريف حقيقي للجيش الليبي. الجيش الليبي هو، أو تعريف الجيش هو المنظومة العسكرية التي تحتكر السلاح وتكون تحت السلطة الشرعية للدولة. هل تعتقد هذا تفسير تعريف الجيش ما يخرجش على التفسير؟ هل تعتقد أن وسائل الإعلام لم تنصف السيد أسامة الجويلي فيما يخص تصريحاته وقامت بتأويل وجهة نظره؟ طبعا أنا عانيت كثير من الإعلام من بشكل يعني مبالغ. ليش؟ لأن زي ما في جزء كبير كان ممنهج وراها يعني تيارات سياسية اللي تخالف في الرأي زي ما قلنا تصبح أنت عدو. تقصد التيارات الإسلامية؟ في البداية كانت التيارات الإسلامية وبعدين تولها التحالف فترة. ما مصلحتهم؟ حضرتك كنت وزير دفاع وفشلت وقتها في المهمة حسب تقييم الجميع. فما الذي يزعج الآخرين من أسامة الجويلي؟ شو اللي يخوفهم منك عشان يقوموا اتجاهك بحملة زي هذا؟ أي شخص يجيب مشروع أنت ما توافقاش فيه يعني يعتبرك خصم في كل الأطراف. ولكن تقييم الفشل والنجاح بيوان النجاح. يا سيدي أنا فشلت في مهمتي اللي كانت 8 أشهر ومن بداية يعني مباشرة بعد نجاح الثورة، يعني كانت الدولة في انهيار كامل. وين النجاحات اللي بعدي؟ إذن هذا حكاية الفشل والنجاح هذه عندها مقومات، ولكن الإعلام كان سلبي جدا في المراحل السابقة وحتى الحالية إلى الآن. يعني لديك طموح سياسي؟ كيف يعني طموح سياسي؟ هل لديك طموح سياسي في الحصول على منصب في المستقبل في ليبيا؟ لا، لكن إنك أنت تقوم بدور للخروج من هذا المأزق والاستقرار، نعم، لكن إن يكون لي دور سياسي محدد، لا. هل تملك قوة في الزنتان، قوة عسكرية؟ لا. ليش يقولوا دائما أن أسامة الجويلي مسيطر على الزنتان، هو اللي يقود الزنتان، هو اللي يقود المجلس العسكري في الكواليس، الأمور كلها في يد أسامة الجويلي؟ هل هذا أيضا جزء من الحملة الممنهجة ضد أسامة الجويلي؟ حملة ممنهجة. اللي يقول في الكلام هذا ما يعرفش الزنتان ولا يعرف تاريخ الزنتان. الزنتان لا يمكن قيادتها من شخص واحد. يقول أنا يعني كم شخص يقود الزنتان الآن؟ الزنتان ربما يعني هذه بتوب نقولها تعتبر مبالغة وبيعتبرها نوع من الفانتازيا. يعني نقول الزنتان فيها شورى وفيها ديمقراطية حقيقة، ما فيش حد يقدر يدير رأي بروحه. لا لن نتفاجأ كثيرا بالفانتازيا، لكن فيها قيادات مؤثرة لا شك، يعني يسمع لهم يعرفوا رأيهم سليم مجربينهم. هل هي قيادات عسكرية ولا قيادات اجتماعية؟ مدنية، اجتماعيين، مدنيين، مختلف الأشياء. الزنتان عندها لحمة تتميز باللحمة، هذه شيء متميز به معروف، وعندها شورى. أثرت الحرب على الزنتان؟ بالتأكيد. إيش في إيجابيات في سلبيات؟ فيها هي دائما الحرب، طبعا الحرب كره، يعني الحرب دائما سلبياتها أكبر بكثير من الإيجابيات، ولكن لها بعض الإيجابيات. الإيجابيات اللي هي يعني تعزز الرابطة أحيانا الاجتماعية وتبين للإنسان يعني حتى التقييم للأمور والأطراف الأخرى، ولكن سلبياتها دائما هي الأكثر. قمتم بعدد كبير من المصالحات المحلية اللي اعتبرها الكثيرين أنها هي تفكيك للحلف، خلينا نقوله حلف الفجراوي اللي هو حلف فجر ليبيا. كيف تمت هذه العملية؟ كانت مصالحات ثنائية. كيف المصالحات الثنائية؟ هذه المفارقات اللي قاموا بها هم معناها غالبيتهم شباب بسطاء جدا اللي كانوا في المعارك، اللي كانوا وقود للمعارك من الطرفين من كل الأطراف. لأن هادو الأشخاص الوحيدين اللي فعلا ما عندهمش نوايا، لا عندهم يعني أجندات ولا عندهم طموحات سياسية زي ما تحكي حضرتك. شخص يعني عنده طموح سياسي مستعد يعني يدوس على جثة الآخرين باش يوصل للمنصب، كانوا الناس اللي اكتووا بالحرب واكتشفوا أنهم كانوا ضحية للعبة ولمؤامرة يقودوا فيها أشخاص عندهم أجندات، وبالتالي وشعروا هم اللي دفعوا الثمن من الطرفين، من الزنتان ومن الأطراف الأخرى. وبالتالي كانت المفاوضات مباشرة بسيطة أبسط من مما يتصور الكل. فورية كانت في الميدان، أحيانا كانت الرميات تتم وكانت الأطراف، ومش أطراف عديدة، رأي مرات شخصين من الطرف هذا وشخصين من الطرف هذا ووصلوا لحلول.
وهذا كان إنجاز لأن كانت فيه النوايا الصادقة والله يعني يصلح العمل الصالح. ليش ما يصيرش نفس الشيء مع مصراتة؟ مصراتة نفس الشيء اتبعنا نفس المنهج يعني كانت فيه لقاءات عديدة مع مصراتة عشرات اللقاءات وكانت بنية صادقة ولكن ما كانش فيها أطراف استمرت فيه وطورت هذا النقاش يعني التخلى دائما توصل لمرحلة معينة تقاعس من مصراتة يعني يتصل توصل لمرحلة معينة مع الشكمل يعني أو حتى معش تجد الطرف الآخر المقابل. ما رأيك في المجلس الرئاسي وشخوص المجلس الرئاسي؟ المجلس الرئاسي كمجلس رئاسي يعني هذا الخيار المتاح أمام الليبيين يعني احنا كنا مؤيدين ونرى أن الوفاق السياسي رغم أننا قلنا احنا كانت قناعتنا من البداية أكدنا أن اللي صار في ليبيا مش مشكل سياسي هو عبارة عن فئة ما ارتضتش اللعبة الديمقراطية خسرت الانتخابات استخدمت القوة خلطت الأوراق ولكن نتيجة الخلط هذا واصبح في أمر واقع عندك ما كانش مخرج أمام الليبيين إلا الاتفاق. الاتفاق أنتج بغض النظر عن اللي خاض فيه ليون وغير ليون والسخيرات وكذا لكن المهم هذه النتيجة. النتيجة هذه أفضل من لا شيء وهذا ما هو ممكن وهذا يجب أن يكون مرحلي لأن يجب أن ننظر لأن هذا حاجة مرحلية لما بعد اللي هو الدستور المفروض يكون تركيزنا على الدستور باش نخرج من أما كأشخاص ما تقدرش تقيم الأشخاص كلهم يعني باعتبارك مسلم تحسن الظن بالآخرين إلى أن يبان شيء آخر. عمر الأسود مقاطع للمجلس الرئاسي وأنتوا قمتم بترشيحه أحد الأشخاص اللي قمتم بترشيحه ما رأيك في مسألة تعليقها ومقاطعتها للمجلس؟ عمر الأسود حسب بيانه اللي ألقاه يعني من البداية في تشكيل الحكومة الثانية أكد على أن يعني غير مقاطع وغير منسحب من المجلس الرئاسي. ماذا تفسر هذا الموقف؟ لا يحضر جلسات ويتحدث عن تعليق، التعليق أصلا مش موجود في الاتفاق. لا هو أكد أنه يعني ما علقش يعني عضويته وما هوش منسحب ولكن حالة الظروف أولا لأنه هو كان على خلاف مع المجلس في طريقة تشكيل الحكومة حسب ما بين في بياناته المتتالية. البرلمان امبارح صوت بعدم منح الثقة للحكومة، ما رأيك في الموضوع؟ أنا أعتقد أن البرلمان صراحة أخفق عن القيام بدور لو صار للبرلمان ما صار للمؤتمر الوطني في نهاية المدة أصبح يعني صارع في بعضه. شوفنا احنا المؤتمر الوطني في نهاية المدة انقسم إلى مجموعات كتلة مش عارف الوفاء كتلة من السيادة كتلة كذا وأصبح في تصارع. هذا نفس الشيء نفس الصورة استنساخ ما صار للبرلمان وأصبح في صراع وبالتالي فشل البرلمان. أنا نعتبر البرلمان فشل ذريع لأن من يوم 25/1 لم يجتمع إلا أمس يعني سبع شهور باش يقر في حكومة يقبلها ويرفضها. كان الأمر هذا يقبل الحكومة ويرفضها خلال الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث من تشكيلها لكن أنه يستمر فترة سبع أشهر هذا يعتبر فشل ذريع للبرلمان بكل أعضائه بغض النظر عن من يكون في هذا الطرف أو ذاك. كذلك ما اللي طلعنا عليه في وسائل الإعلام أمس أن اللي صوتوا لعدم منح الثقة 61 شخص وإحنا عندنا في البرلمان يفترض 200 فهذا أيضا إخفاق يعني كان المفروض على الأقل نقوله 100 لكن يكون 60. وعندنا شيء آخر مفارقة غريبة أن في 39 حسب ما قرأنا مش عارف ده صح أو خطأ 39 امتنعوا عن التصويت. ما معنى امتنعوا عن التصويت في أمر حيوي زي هذا؟ الليبيين اليوم سبع شهور ينتظروا في كلمة البرلمان يقبل الحكومة ويرفضها 39 يعترض يعني يمتنعوا عن التصويت شيء يعني غير قابل للتفسير وبالتالي أنا نعتبر أخفاق كبير يعني. طرابلس الأوضاع في طرابلس كيف تراها؟ هذا أنا رأى إذا كان ما حلتش معجزة من العلي القدير أن طرابلس يعني بتدخل جولات أخرى من النزاع المسلح. هل هذا تلميح إلى عودة الزنتان لطرابلس؟ لا ليس بالضرورة. في إشاعات وأقاويل كثيرة أن الزنتان تفكر. لا الزنتان تعرف معنى العمل المسلح وتعرف معنى تداعياته على العاصمة وعلى الاقتصاد الليبي وعلى الوضع السياسي والزنتان حريصة كل الحرص على أن ما تدخلش البلاد وتزيدها بلاء على البلاء اللي هي فيه. وبالتالي وفد الزنتان لما قابل المجلس الرئاسي كان واضح وقدم مقترحات للمجلس الرئاسي مقترحات يراها مقبولة وقابلة للتطبيق
بشان يعني الأوضاع في العاصمة لتحقيق الاستقرار، الحد الأدنى من الاستقرار، وكان فيه مقترح حتى قبل المجلس الرئاسي، قبل ما يشكل المجلس الرئاسي، للتشكيلات المسلحة، لإعادة انتشار التشكيلات المسلحة، بما يحقق استقرار لضمان عمل الحكومة المرتقبة اللي كانت وقتها كل الليبيين يراجعوا فيها، ولكن ما كانتش فيه استجابة من التشكيلات. لن تعود الزنتان لطرابلس، وأيضا ستدعم خروج الآخرين من طرابلس، صح؟ هذا ليس بالضرورة، يعني لن تعود الزنتان لطرابلس، هذا قرار ليس إلى الأبد، ولكن الزنتان ممكن تعود، تبذل كل مستحيل لتجنيب العاصمة النزاع المسلح، ومس بس العاصمة، لتجنب النزاع المسلح مع أي جهة قدر الإمكان، إلا إذا اضطرت إليه، إذا كانت مكرهة يعني خلاص. العجمي العتيري وقصة سيف الإسلام، دائما طلع في كلام أن سيد أسامة جويلي عنده موقف من هذه القصة، هل أنت ضد إطلاق سراح سيف الإسلام؟ وما هو الدور الحقيقي للعجمي العتيري داخل الزنتان؟ يعني أنا مانيش ضد إطلاق سراح سوى سيف الإسلام أو غيره، أنا مع تطبيق القانون سيف الإسلام أو شخص آخر. هل أنت في لحظة معينة قد تكون مضطر لاستخدام القوة لتطبيق القانون؟ لا، أنا مانيش ولي أمر عشان نستخدم القوة لتطبيق القانون، ولكن القوة تستخدمها للدفاع عن النفس، هذا شيء اللي يخولك أنت لما تكونش ولي أمر، أنك تستخدم القوة للدفاع عن النفس لما تشوف أنه في خطر يهددك بشكل مباشر. أما تطبيق الشأن العام هذا من اختصاص الدولة. شنو الخطر اللي يهدد أسامة الجويلي أو الزنتان من خروج سيف الإسلام؟ كيف يخر يعني خروج سيف الإسلام؟ هو شخص هذا معروف، يعني دوره معروف تأثيره، وبالتالي يأخذ المجرى الإجراءات القانونية المتبعة فقط، بدون لا زيادة لا نقصان، يعني لا إفراط ولا تفريط. هل صحيح أنه هو يعيش حياته بحرية كاملة داخل الزنتان، متزوج ولديه طفل؟ ما أعتقدش، يعني هو أكيد في معروف عن الزنتان أن هي تحسن معاملة الأسرة، هل تعتقد أن سواق القاع ساهموا في من بش نقول البلاء اللي صار في ليبيا، لكن ساهموا في جزء من المشكلة؟ شنو هو دورهم الحقيقي؟ شنو هم ثقلهم الحقيقي؟ والله شنو، طبعا هذا السؤال دائما سواق القعقاع، كان ثلاث أسئلة أنا خلال فترة وزارة الدفاع، كان ديما في أسئلة يعني متكررة، اللي هي سواق القعقاع والمطار. السواق القعقاع شانهم شان أي تشكيل مسلح آخر، يعني ما يختلفوا عنه في شيء، بل بالعكس أنا نيتا مش في معرض الدفاع عنهم، أنا انتقدتهم يعني بشكل واضح في عدة مرات وكذا، ولكن نيتا للإنصاف نقول إذا كان قررنا الانتهاكات أو الاختراقات، ربما هم الأقل بين كل التشكيلات كان اختراقات وانتهاكات. التشكيلات موجودة في طرابلس الآن وفي السابق، عندها قضايا قتل مسجلة في مراكز الشرطة وعند النائب العام، وقضايا يعني خطف كل أنواع، ولكن كانت فيه حملة إعلامية مضخمة موجهة، وكانت مبرمجة، لأن زي ما قلنا لأن هذه كان وراها تخطيط، مش حملة، مش شيء عشوائي، يعني تكون هالة إعلامية وبعبع وكذا، بحيث أن توصل إلى مرحلة معينة تبرر فيها ما تقوم به من أعمال فقط، لا أكثر ولا أقل، ولكن شان أي ميليشيا من الميليشيات الأخرى الموجودة سابقا وحاليا، حتى الموجودة حاليا. أحتاج من حضرتك تفسير لزنتان، هذه المدينة المحافظة، ويؤخذ عليها أنهم ناس محافظين متدينين، ولكن أبدو بالمطلق أنهم ضد التوجه التيار الإسلامي، وفاجأوا الناس، هذا جزء من الفانتازيا اللي تحكي عليها في الزنتان، ممكن تفسر لنا ليش هذه الحالة؟ لا، هو الزنتان هم قلوش ضد التيار الإسلامي، التيار يعني السياسي، يعني اللي يتخذ الإسلام ذريعة، يعني أما الإسلامية مدينة محافظة، شانها شان كل المدن الليبيين كلهم مجتمع محافظ، حتى ولو ما كانش الشخص تلقاه يعني متمسك مثلا بشكل كبير بالتعاليم الدينية، ولكن لو تسأل على القوانين يقولك لازم تكون القوانين مطابقة للشريعة، ولازم بغض النظر عن ما يكون هو سلوكها الشخصي. فالزنتان مع الاستقرار، مع الشيء اللي يقبلوه عامة الناس بدون فرض رؤية أو طرف لرؤيته، هذا الزنتان اللي معاه، ما تقبلش الفرض، يعني تفرض، لكن أنها تكون مثلا حزب معين أو يعني ينادي بأهداف معينة وبعدين ينجح في الانتخابات، الزنتان لن تقف ضده.
كأسامة الجويلي موجود داخل الزنتان يوميا، ماذا شو النشاطات اللي يقوم بها أسامة الجويلي؟ هل يتواصل مع العالم الخارجي؟ هل في اتصالات مع الغرب؟ في تواصل مع الليبيين؟ هل منفتح عليهم بمختلف أطيافهم؟ اتصالات مع الغرب لا، بيدك بعض احيانا بعض يعني الامم المتحده وشيء هذا في بعض الحالات ومش كثير، ولكن اتصالات مع باقي الليبيين نعم بشكل كبير في الشان اليومي، لان طبعا تعرفي كانت فتره حرب معناها فيها ماسي كبيره، وبعدها الجهود المصالحه معناها ما كان الشيء عمل بسيط، فكان يعني هذا همنا والشغل اليومي ليه الحمد لله وفقنا الى ان المنطقه يعني لن ترفض ان تلتقي باي شخص اراد التحاور او التحدث معك. بالتاكيد. كيف شايف مستقبل ليبيا؟ انا الحقيقه يعني حتى سئلت انا السؤال هذا في قبل تشكيل الحكومه الاولى، قبل تشكيل المجلس الرئاسي، كانت عندي نظره ربما وصفها البعض بالسوداويه، ولكن انا ما زال عندي النظره هذه، انا ما نراش في مخرج بالطريقه اللي يدار بها الامر من ناحيه من القيادات السياسيه الان. الأمر لما قلت لك أنا في لما كانت في حرب بين الأطراف في المنطقة الغربية كانت حرب وحرب طاحنة، ولكن لما كانت فيه ناس بسطاء تولت التفاوض وكانت نواياها صادقة وفقها الله ووصلت لما وصلت إليه، والآن المنطقة الحمد لله مستقرة. لكن إذا كان القيادات اللي نشوفه فيها سياسية حاليا وبهذا المنطق وبهذا النهج، أنا لا أرى أن هناك خروج من المأزق. ماذا عن النفط وإغلاق الأبار؟ اللي تقصدي وين يعني؟ في المنطقة. النفط طبعا هذا موضوع آخر شائك، النفط مغلق وربما في كل مناطق ليبيا يعني في كل منابع النفط، بدليل أن التصدير ممكن 150 ولا 200 ألف برميل، ولكن إذا كان تقصدي الخط المار من الزنتان، الزنتان هذا طبعا لأن الحقل الشرارة احتل من قبل قوة غير حرص المشاة النفطية، وبالتالي كان من الأشياء الأساسية أن تخرج هذه القوة منه ويعودوا لحرص المشاة النفطية اللي فيه. الشيء الآخر أن في فترة الحرب النفط والميزانية هذه كلها كانت تدخل تحت مصرف ليبيا المركزي، ومصرف ليبيا المركزي كانت مسيطر عليه الجماعات هذه المنتمية إلى فجر ليبيا، وكانت تمول في هذه الحرب من خلالها، وبالتالي يجب أن يكون في شفافية في الصرف في يعني الاموال هذه وين تمشي. وهذا اعتقد انه حتى بدون حرب او بدون شيء يجب، هذه من الاشياء اللي تبني الثقه بين الليبيين، انه يجب ان يكون كل ما يخص الاموال معلن وشفاف، ما فيش شيء اسمه سريه. احنا لاحظوا يعني حتى الدول اللي هي ديمقراطيه واللي عريقه في الديمقراطيه بالنسبه لشان الاموال دائما تلاقي فيه يعني تشديد، ودائما فيه شفافيه مطلقه بس تزرع الثقه انت بين الناس، فلازم تكون في شفافيه فيما تم صرفه وفي كيف تدخل هذه الاموال واين تصرف. فانت تتميل اكثر الى اغلاقها افضل من ان يتم التصرف فيها؟ لا لا هي مصدر الوحيد للليبيين ولكن هذا المصدر يتم استغلاله في حروب، ولكن يتم استغلاله في حروب، ويتم استغلاله في حتى ما في حروب وفي فساد مالي، والفساد المالي طبعا دائما نتائجه عكسيه. يعني شنو اللي يمنع أن القوة اللي احتلت ودخلت للحقول النفطية أنها تخرج وتسلم الحقوق النفطية لحرس المنشآت النفطية اللي كانوا موجودين به؟ شين يمنع مصرف ليبيا المركزي ولا الجهات المسؤولة أنها تنشر حتى شهريا ما يتم من فتحها من اعتمادات؟ مش سر الشركة الفلانية صرفت كذا، ندرها اعتماد كذا، باش يكون فيه شفافية ويكون حقيقي، يعني يكون فيه مش جهة واحدة مش فرد لجان أو شيء. هذا يزرع الثقه في كل الليبيين. ليش احنا نقعد نمشي ونسمع في الاشاعات؟ عطوه مثلا لفلان 30 مليون، عطوه لي مش عارف فلان 42 مليون، هذاك عطوه 200 مليون، وتقعد المواطن بين الحقيقه والخيال. زي زمان حكايه العدادات يضخوا في النفط بدون عدادات وقعد فيه لغط. خلي الناس جهات عندها صفه معناها مسؤولية. ثقه ومسؤوليه، خلي حتى جهات في شركات، ما تقوليش لسياده نيت ولا شيء، شركات تشتغل العالم كله ومتخصصة في المجال هذا، في مجال مكافحة الفساد، في مجال مراقبة الأموال، وخذ منها هيئات دولية اللي هي اللي تعنى بالشفافية، خليها تشارك. في النهاية أنت فلوسك، السيادة أنك أنت وين تصرفهم فلوسك أنت حر قرارك، باش نزرع الثقة، لأن احنا الثقة مفقودة حاليا بين الكل، وبالتالي باش تزرع الثقة وتخلي هذا معاش يتحجج حتى تقطع الحجة، لأن في اللي أحيانا يقفل خط النفط ولا يقوم بإجراء ياخذ في حجة. ما فيش حد بيدير عمل
خاطي إلا بيوجد ليه مبرر. هل المبرر هذا حقيقة أم لا؟ إحنا نغطوا عليه السبلة زي ما نقول. طب أنا حابة نختم معك بسؤال شوية يعني خارج المنعطف، ماذا يعني لك فقدان الشيخ أبو بكر المزوغي؟ رحمة الله عليه. لا شك أن فقدانه يعني كان معناها شيء مؤلم، وكان يعني شاب على خلق وعلى علم وعلى بصيرة وعلى يعني كان، ولكن هذه إرادة الله وهذا قضى الله وقدره وأجال، يعني لا إنسان لا يقدر يزيد لا ينقص في عمره، ولكن كان فعال ومؤثر، خاصة أنه هو عنده ارتباط بواسع بالجماعات المسلحة بطرابلس، وعنده ارتباط واسع بالزنتان، وبالتالي كان هو حلقة وصل. لكن ليبيا كل يوم تفقد شباب يتساقطون زي الرطب زي ما يقولوا يعني، فأكيد الموضوع. هل تتحدث مع الشباب الصغار السن في الزنتان اللي هم عندهم الرغبة يلتحقوا بالقتال وكذا؟ هل تحاول تنصحهم أو تمنحهم أو تردهم؟ بالتأكيد دائما نحاولوا يعني كلام هذا، وهم تعرف أن الشباب دائما يعني اندفاعي ودائما قراراته حاسمة، ولكن الحمد لله أنا نلاحظ أنه بدأ فيه وعي كبير، يعني في أغلب المناطق أنه بدأ فيه وعي من الشباب، وهذا شيء حسن. في عائلات كثيرة نازحة في الزنتان تتجاوز 10,000 أو 15,000 نازح، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ الرقم هو 20,000. 20,000 عائلة؟ 20,000 لا 20,000 شخص. شخص أي. وطبعا هذا، هل هذا رقم موثق ولا رقم تقريبي؟ لا رقم موثق، يعني موثق بالإحصائيات، وبالتأكيد أن هذا يعني شأن مشان أي نازح في كل مكان في ليبيا، أنه بيعاني لأنه بيعاني في مسكنه وفي وظيفته في دراسة أولاده في مصدر رزقه، وهذه معاناة كبيرة، يعني نتمنى أن تستقر الأوضاع وأن ينتهي. هم من مختلف أرجاء ليبيا ولا النازحين؟ يعني من مناطق مختلفة من ليبيا ولا فقط من الزنتان؟ لا من الزنتان، هذا الرقم من زنتان اللي في طرابلس، وجزء من زنتان اللي في مزدة جزء قليل، وبعض من غير الزنتان موجودين حاليا في الزنتان، لأن تعرف أنت زي ما قلنا الإسقاطات، يعني إسقاطات الحرب يحسب على تيار معين رغم أنه يكون بعيد عنه كل البعد، وبالتالي بيتعرض حياته للخطر وبينزح، زي ما نزحوا الآلاف من الليبيين خارج حتى ليبيا بسبب الإسقاطات هذه، هذا كان حسب على النظام وحسب على النظام، يعني مسوغات معناها باطلة فارغة وتهجروا.